فالاستجابة لله تبارك وتعالى ليست مرحلة وقتية أو أيام معدودة. ولنضرب مثالا بموسم رمضان، من الناس من يتحرك في استجابته لله سبحانه وتعالى في رمضان، حتى إن بعض الناس لا يعرف المساجد إلا في رمضان، وإذا خرج رمضان تركوا المساجد أو ضعف إتيانهم إليها، حتى قال بعض السلف في هؤلاء: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ورب رمضان هو رب شوال ورب الشهور كلها، ومطلوب من المسلم أن يكون مستجيبا لله تبارك وتعالى في الشهور كلها وحياته كلها، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على عبادة الله، داوموا على طاعة الله إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى، وأنتم على هذه الحال من الاستقامة والاستجابة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى.